بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونصلي ونسلم على نبيك المصطفى وآله أولي التقى وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. وبعد، هذا هو المجلس 39 مع شرح الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به على صحيح الإمام مسلم بالزاوية التيجانية المباركة. نسأل الله تعالى أن يمدنا بمدد مشايخها وبسيدي أحمد التيجاني وبسيدي أحمد الحافظ وبسائر شيوخ الطرق وأولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينفعنا بهم وبسائر أئمة المسلمين. آمين آمين آمين. الأحد 12 من صفر 1440، 21 من أكتوبر 2018، وكنا قد وقفنا في عند ثنايا الصفحة 30 من المجلد الأول، فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا، اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعا بل هو موقوف. وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر. ويلحق به كل ما دلت القرينة على أنه في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح به في الصياغة، كأن يكون يتكلم عن واقعة إنما وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم. والقرائن كثيرة، المحتفة كثيرة، فإذا وجدت قرينة محتفة تعين أن هذا الحديث المذكور كان في عهده صلى الله عليه وسلم، التحق بهذه الصيغ التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه، اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه، وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم، وذلك مرفوع. لأنه باستقراء السنة سنجد أن هناك وقائع كثيرة كانوا يفعلونها فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على بعضها ولم يقرهم على بعضها، فدل هذا على أنهم كانوا يعرضون أحوالهم ووقائعهم
ومعاملاتهم عليه صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه الأحكام. ويكفينا حتى لا نطيل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان له مجلس كل يوم عقب صلاة الصبح يعرضون عليه أحوالهم حتى يعرضون عليه المنامات والرؤى، فهذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وكان يسأل عن أصحابه. يعني في أحاديث كمان إجمالية غير وقائع الأعيان التفصيلية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه أحوالهم، لا، في أحاديث إجمالية تدل على أن ذلك كان منهجا، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إليهم بعد صلاة الصبح كل يوم فيتحاكون في أمر الدنيا وأمر الجاهلية وقع كذا وكذا حتى كانوا يعرضون عليه الرؤى والمنامات. أدي حاجة. الحاجة الثانية أنه ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسأل عن أصحابه، أين فلان وماذا فعل فلان في كذا وكذا وكذا، فكان إيه دائما ما يتفقد أحواله صلى الله عليه وسلم، مما يعني أنه كان مهتما ومعنيا بالسؤال عن أصحابه وما يعرض لهم من أحوال، ومن ثم يقر ما يوافق الشرع وينصحهم فيما يخالفه ويبين لهم حكم. فده كده ايه دليل إجمالي كده. المطلع على مجمل السنة بهذه الصفة التي وصفناها من الأحاديث الإجمالية التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسائلهم ويتفقدهم، يتفقد معنى إيه؟ تفقد الأب الناصح عن أحوال بنيه، ويسائلهم ما أين كنت؟ ماذا غبت؟ فلان كان يتزوج، فلان كان عنده أرض، فلان كان عمل كذا، طيب فالوضع كذا فكذا، فلان أصابته جائحة فيبقى كذا، فلان عنده جني زرع فيبقى وضعه كذا، زكاته كذا، فيبين لهم مع إيه تنوع الأحوال الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعاله. ومن ثم فقد عرف أنه من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهجه أنه كان يتفقد أحوال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فيقر ويشرح ويبين أحكام هذه الأفعال. فما ثبت أنه كان ذلك في عهده فقد أخذ حكم الإيه المرفوع. وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم. وأما إذا قال الكلام ده احنا قلناه على فكرة لما تذكرته دلوقتي احنا بنقول. وأما على أي حال وفي التكرار إفادة. وأما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون. هنمر بقى فيه سريعا مش هنقف بقى عليه. قلنا أصحاب الفنون اللي هو يقصدون مين؟ أصحاب الحديث والفقهاء وإيه وأصحاب الأصول. وقيل موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف. ماشي يا أحبابي. وقال بعض أصحابنا الشافعيين إنه مرفوع مرسل اللي هو قول إيه قول التابعي من السنة كذا. وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف.
ودي هنجدها كثيرا في نصوص الايه السنة تقع بمثل هذه الصيغ. أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف والصواب أنه يثبت بخبر الواحد إذا كان الناقل له متقنا عالما بشروطه فقيها ثبتا في نقله بالشروط بقى. وأغلب الإجماعات آحاد وهناك أئمة معنيون بنقل الإجماع وتحريره كابن المنذر الإمام الكبير كالطحاوي كابن عبد البر كابن حزم كابن تيمية عند الحنابلة لأنه له تحرير على إجماع ابن حزم. ولهذا ناخد بالنا بقى من النقطة دي منهج مهم لأن هذا وقع فيه نقاش مع بعض من يأخذون بظواهر الأقوال والفقه ولا يتعمقون في المناهج. يقول لك الإمام النووي صرح بأن لا اعتبار بخلاف الظاهرية لا اعتبار بخلاف إيه؟ الظاهرية. فأنا جيت أنقل نقل إجماع كنت نقاش علمي يعني فبنقل عن ابن حزم في الإجماع أنه قال كذا 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 ونقل الإجماع فعارضني بأنه لا يعتبر خلافهم ولا وفقهم لكلام النووي. فقلت له أجبته بأنه الإمام النووي نفسه هو الذي نقل هذا الإجماع. شوف العقلية التي لا تميز بقى ما بين المسائل ومراتبها. كون أنه حجة ومعتبر في فن من الفنون لا يعني أننا سنقبل كل أقواله وكنا سنرد خلافه الفقهي لكون منهجه غير معتبر عند الفقهاء لا يعني أن احنا سنرد كل مجهوده أو كل أقواله في الفنون. لو ذهبت تتتبع كلام الإمام النووي والإمام النووي فاهم منهج ولا مش فاهم؟ ده هو ده مؤسس. فاهم مذهب ولا مش فاهم؟ فاهم فقه ولا مش فاهم؟ تعاونا والله أنصاف الجهال وأنصاف العلماء. فذهبت في هذا الجدل أتتبع نقل الإمام النووي عن ابن حزم في كتابه المجموع فوجدته نقل في عدة مواضع ويصفه في بعضها بالإمام والفقيه ولكن إنما ينقل عنه الإجماعات رغم أنه قلما يذكر الظاهرية في الخلاف ولا يعد خلافهم ووفاقهم على المقرر عند جمهور الأصوليين ردا لمنهج الظاهرية في الفقه. ومع ذلك هو معتمد في نقل الإجماع ليه له منهج في نقل الإجماع في غاية التشدد والصعوبة في تحرير الإجماع. يعني من يطلع على كتاب الإجماع للحافظ ابن حزم ويقف على منهجه يعرف أنه تشدد غاية التشدد في نقل الإجماعات. ومن ثم فمتى نقل الإجماع فعض عليه بالنواجذ
وهذا لا يعني، خدوا بالكم بقى، انه في حاجه بنسميها تفريق الاحكام. الفقيه يفهم الكلام ده، انما اشباه طلبه العلم واشباه العلماء سيفهم الكلام ده. في حاجه بنسميها تفريق الاحكام، هو كوني هعتمد في الاجماع معناها اني هعتمد مطلقا في الفقه؟ لا، كونه منهجه في الفقه غير مرضي، منهجه الظاهر وأنه يغض القياس، معناها أني هأسقط جلالته بالمرة؟ لا. ثم يتعصب عليه متعصب الأشاعرة، ده يضاف بقى عليه، لأنه خالف الأشاعرة في الفصل بين الملل والنحل، وله آراء في العقيدة لا يخرج بها عن جملته الباب الواسع لعقائد أهل الإسلام وعقائد في جملة أهل السنة أو أهل الحديث. بس عاوزين ناخد بالنا من حاجة، ودي حاجة نفهمها، هو في القرن الكام؟ ابن حزم 400، القرن الخامس 400 وشوية، أبو الحسن الأشعري توفي امتى؟ 324. أبو منصور المتريدي توفي امتى؟ 333. مؤسس المذهب الأشعري، هو المذهب الأشعري في عهد ابن حزم، حتى تنتقد عليه أنه كان يخالف الأشاعرة، ده نقد عجيب قوي، ده الناس ما بتقراش. هو كان مذهب الأشاعرة استقر أصلا، ده احنا لسه 100 سنة تقريبا. شوف لابن حزم كده عندك في الشملة، كان لسه مذهب الأشاعرة لم يستقر بعد، لأنك عندك الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب، وهيأتي بعد ذلك متقدم الأشاعرة، وهيأتي يضع ويبلور المذهب في صورته الأولى إمام الحرمين، مات بعد ابن حزم. الغزالي مات بعد ابن حزم، ويوضع المذهب الأشعري على أيديهم في صياغته الأولى ما بين مجهود الشافعية ومجهود المالكية، أئمة المالكية وأئمة الشافعية تشاركوا في بلورة مذهب أهل السنة والجماعي الكلامي اللي هو المسلمين مذهب الأشعار. ده كان لسه وهو ابن حزم بيقول كلامه في الفصل والملل والنحل، كان المذهب لم يستقر بعد، منهجه في الاستدلال أصلا لم يستقر بعد، منهج الأشاعرة في الاستدلال لم يستقر بعد. 456 هجري، يعني قبل ايه؟ قبل 456 امام الحرمين، 478 الامام ابو حجة الاسلام الغزالي، ها 505 اللي هم، ده كده ده التأسيس الاول، خد بالك ده التأسيس الاول للمذهب، يعني لغاية الغزالي ولغاية إمام الحرمين في عقائده المختلفة، العقيدة النظامية وفي الإرشاد وغيره من ولمعة الاعتقاد وغيره من الكتب، بيبلور المذهب وبيقرره على سوقه بعد المؤسس الأول والمؤسس الثاني أبي الحسن والباقلاني. التأسيس، معهد التأسيس هو المؤسس الثاني، المؤسس الأول أبو الحسن الأشعري. مش كل ذلك، ده ما بينه وما بينه طبقة واحدة. ابن الباقلاني أخذ عن أصحاب عن ابن مجاهد وأصحاب أبو الحسن الأشعري، وجمع
أصل القصة في إيه؟ خدوا بالكم يا أولادي يا أولادي، بيسأل سؤال مهم، بيقول الباقلاني هو مازال مؤسس في عهد التأسيس؟ عهد التأسيس ده ممكن جيله واثنين وثلاثة لغاية ما يستوي المذهب ويتكون مذهب. مذهب يعني إيه؟ يعني له أصول، له قواعد، غطينا كل المسائل. لما أبو الحسن الأشعري وضع كتبه المتعددة وله روايات خارج الكتب وله محاورات وله مناظرات بتمثل مذهبه، دي هتجمع امتى ويتم تحليلها امتى؟ عن طريق اصحابه. طيب دول بعد ما جمعوها عاوز حد يقعد عليها يشتغل عليها بقى ويرتبها كلها في صورة مذهب. المذهب تاني منهج. مذهب يعني ايه؟ يعني منهج اشتغلنا عليه فأجبنا به عن كل المسائل، وبعد ما أجبنا به عن كل المسائل طلعنا منه القواعد العامة. ايه الفرق ما بين عقيدة اهل السنة والجماعة قبل ابو الحسن الاشعري ومع ابو الحسن الاشعري وابو منصور المتريدي؟ هم عملوا ايه؟ هم اخترعوا عقيدة؟ لا، هي نفس العقيدة. هو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد اخترعوا فقه؟ لا، إما العمل وإيه؟ تحولوا بالعلم من طور المسائل إلى طور المذاهب. يعني الإمام مالك تحمل فقه فقهاء أهل المدينة، ماشي؟ طيب فقهاء أهل المدينة اتكلموا في كم مسألة؟ 10,000 مسألة، 20,000 مسألة، 30,000 مسألة. فهمهم الإمام مالك، استوعبهم، عمل لهم تحليل، طلع منهم المنهج، وابتدى يتكلم في المدونة بقى في أسئلة أكتر، يطبق نفس المنهج ويجيب به على قياس قولهم فيما لم يتكلموا فيه كانوا هيقولوا إيه. فيبقى هو تحمل عن مشايخه 10,000 مسألة وأجاب في 50,000. يجي أصحابه من بعديه، طب فين المسائل اللي لسه الإمام مالك ما اتكلمش فيها؟ فيبتدوا يطلعوا لنا من المدونة، يطلعوا المستخرجة ويطلعوا العدبية ويطلعوا كذا وكذا، يكملوا المسائل لغاية ما توصل المسائل لمليون مسألة. مليون مسألة بجاوب فيها بإيه؟ بذات المنهج اللي تلقى الإمام مالك من فقهاء المدينة. طيب يبقى هو الإمام مالك انتقل بالفقه في صورة المسائل إلى الفقه في صورة المذهب المتكامل، استخرج المنهج اللي هم بيه أجابوا في 10,000، ومن خلال هذا المنهج أكمل الجواب في بقية المسائل اللي كانت في وقته ولم تفرغ أعمارهم للجواب فيها. فابتدى يكون مذهب عصر التأسيس. يجي أصحابه، طب الإمام مالك، أنا بس هسألك سؤال، أنت متخيل بكل ما تحت إيدينا من مصادر سريعة لاستدعاء المعلومات واستخراج الأحاديث وجمع الآيات وبعد شغل العلماء ده كله في الأدلة، لما تحب تقعد تدرس مسألة في الفقه بأدلتها وخلاف العلماء فيها هتخلص كم مسألة في اليوم؟ لا، انت جدع وشاطر قوي وهمتك عالية جدا ومالك لأدواتك. لا، هقول لك 10 يا سيدي، هقول لك 10 بس عشان تعرفوا. لما يجي واحد، انا الواحد بس لولا بركة هذا المكان كنا شتمنا، لما يجي واحد عاوز يزيح المذاهب دي، يا بني آدم يا جاهل، شنو أكتر من كده؟ هو أنت عارف المذاهب دي اتعملت إزاي؟ طب أقعد أنت وريني شطارتك، هتدرس كم مسألة في اليوم؟ دول بتكلموا في 1,200,000 مسألة، هتعمل أنت كم مسألة في اليوم؟ بأدلتها من الكتاب والسنة مع سرعة الاستدعاء. خد بالك بقى، زمان ما كانش عندهم هذه السرعة، ده سافر وطاف وجاب أحاديث من هنا وأحاديث من هنا وأحاط بمساعه العمر والمجهود. ده أنت دلوقتي بكبسة زرار بتطلعهم كده،
فين الدليل أدلة المسألة الفلانية، فتبقى رتب بقى الأدلة وافهمها وادفع التعويض عنها وشوف ده فلان قال إيه وده فلان فهمها إزاي. هتعمل كم مسألة في اليوم؟ 10، ماشي 10 ساعتين، هتصحى 20 ساعة وتنام 4، وهتخلص مسألة في ساعتين، شاطر ومالك لأدواتك ومحيط بعلوم الآلات وما شاء الله عليك خلاص. يعني هتعمل بقى 10، هتعمل كم مسألة في السنة من غير أجازات ولا أعوارض بشرية ولا عيا ولا زوجة تنكف فيك ولا عيل يطلب منك أي حاجة؟ هعمل 3000 مسألة في السنة، 3600 مسألة في السنة، في العشر سنين هتعمل كام؟ 36000 مسألة. في 100 سنة هتعمل كام يا فندم؟ ها اضرب 100 في 36000، يعني هنحط قصاد 36000 يعني قصادها 3 أصفار، هحط قصادهم صفرين كمان هيبقى 360000 مسألة. ما خلصتش المذهب لسه، في 100 سنة كنت قاعد شغال. فالمذهب لا يتكون أبدا في جيل ولا في جيلين ولا في 3 أبدا، ده عقبال ما المنهج ما يستوي وتيجي تطرده تجده غير مضطرد، فيسموه حاجة اسمها تناقضات المذهب، فهنقعد نحلها ازاي؟ ده قال هنا وجه قال هنا، فاللي قاله هنا لا يسوق اللي قاله هنا، ده يسموه تناقض المذهب. فنبتدي نعرف هو قصده يفرق ولا لم ينتبه وأصابته عوارض البشرية ولا الحكاية عاملة ايه. فدي عاوزة التجربة البشرية للمسلمين، التجربة المسلمين في إنشاء المذاهب. المذهب بياخد حتى يستقر على سوقه 600 سنة. تقريبا 600 ل 700. المذاهب النحوية لم تستقر إلا على يد وتنتهي كده وتبقى حلوة كده ومتبلورة إلا في القرن السابع على يد ابن مالك ونظائره. المذاهب الفقهية في القرن السابع، الرافعي والنووي، الشوافع، علماء الحنفية في نفس القرن، علماء الحنبلة ابن مفلح وابن قدامة في نفس القرن، علماء المالكية في نفس القرن. طيب، طب المذهب الكلامي مش 1,000,000 مسألة، 3-4,000 مسألة مثلا، يعني جليل الكلام بدقيق الكلام مش هيجيبوا 10,000 مسألة، مش كتير مسائل علم الكلام. فتحيه ويحتاج وقت أقل، بس عمليا بقى على أرض الواقع خد نفس الوقت. علم أصول الفقه خد نفس الوقت، يعني برضك اللي حرروا مذهب علم أصول الفقه وأنضجوه برضك في القرن السابع، فخر الرازي، الآمدي، تقي الدين السبكي، البيضاوي، كل دول في القرن السابع، أكابر الأصوليين اللي بلوروا الأصول وحضعوه في صورته دي. طيب، ويبقى عليهم أن علم قواعد الفقه قعدت 3 قرون بعد أن استقرت المذاهب الفقهية واستقرت أصولها علشان يستقرأوا المذاهب دي ويستوي بقى بقية المذهب اللي هو بقواعده، قعدوا 3 قرون كمان. ففن القواعد الفقهية لم ينضج في المذاهب الأربعة إلا بعد في القرن العاشر، السيوطي 911، ابن نجيم الحنفي 971 أظن أو كده بعد السيوطي في نفس القرن. وهتلاقي أيضا الحنابلة عندهم برضك إرهاصات بهذا العلم كالشافعية وكالمالكية، ولا يستقر إلا أيضا في عند المتأخرين في القرن الثامن أو التاسع أو العاشر. فيبقى عدنا 10 قرون حتى نصل بالمذهب الشافعي أصحابنا الشافعية إلى صورته النهائية اللي فيها الأصول مستقرة، المسائل واضحة وإيه المفتى به، قواعد المذهب عاملة إيه، تناقضات المذهب هنحكم فيها إزاي، فين وجوه المذهب، فين مدارسه، فين أعلامه، مين المفتى به ومين المش مفتى به. ويجي واحد من خسالة البشر والله لا يستحق أكثر من هذا، يقول لك أكنس بل هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، والله العظيم يجي الأحناف بمدارسهم العظيمة، يبقى نفس القصة، يقعدوا 10 قرون عقبال ما يستوي المذهب الحنفي
وينضج ويقف كده. علم الكلام مذهب الأشاعرة لم يستقر إلا على صياغته النهائية بقى، مخلصته إلا على يد سيدنا محمد بن علي السنوسي 890 في متونه التسعة الشهيرة السنوسية الكبرى والصغرى والصغرى الصغرى والمقدمات وشروحها. فالمذهب الأشعري وضع في صياغته النهائية في آخر القرن اللي إيه؟ التاسع 890 الإمام السنوسي. ده غير السنوسي المتأخر اللي هو في القرن الثلاثة عشر اللي هو عمل حركة إحياء وتجديد في ليبيا. غير السنوسي ده، غير هذا غير هذا. نعم الاثنين محمد. لا دي عقائد وليست علم كلام. مش عقائد لكن لقصد العقيدة طبعا. وضعت العقيدة، وضعت المذهب الأشعري في صيغته النهائية. لا طبعا، أصلا دي عقائد مش علم كلام، لازم تطلع للأعلى ولا يغني مختصر عن أصله. تكفيك في علم العقيدة، ولكن هو كتب كل كتبه للمبتدئين والمتوسطين، ما كتبش في علم الكلام العالي، مع كله موقف في علم الكلام شوية يعني لا نطيل فيه منهجه، له موقف ضد علم الكلام في صورته الأولى عند فخر الرازي، يبدو أنه لم يطلع على كل كتب الرازي. ما أنت عندك، ما هو أصلا أنت بتحكم على نفسك وأنت خايف من علم ما دخلتش فيه في المبتدئين ولا المتوسطين، فلما تخش في المبتدئ والمتوسط تلاقي نفسك داخل في العضد وداخل في المواقف وداخل في الطوالع بقلب جامد، فانت بتحكم وانت على البار وشايف الكتب دي صعبة قوي. لا ما مش صعبة على حاجة، اذا سبت على ترتيب التلقي الصحيح هتلاقي نفسك بتدخل وبتنحل المسائل واحدة واحدة لغاية ما بتوصل لها، بتبقى سهلة لان الكتب دي ليها مقدمات. عقائد طبعا. فرق ايه؟ لا العقائد حاجة وعلم الكلام حاجة. فن العقائد هما العلمين واحد. العقيدة فيها خلاصة علم الكلام ومبنية عليه، بس الفرق في فن التأليف ده بنخاطب به أنهي مستوى. العقائد بنخاطب به صغار الطلبة، يجي يعمل لي صغرى الصغرى وبعدين يعمل لي الصغرى وبعدين يعمل لي الكبرى وبعدين يضع مقدمات، فده في فن التأليف، ولكن ما هو إلا خلاصة علم الكلام ومبني على المذهب. ولكن هو الإمام السنوسي، وأنا عامل ورقة مخصوصة في المنهج الكلامي عندي الإمام السنوسي ممكن تطلعوا عليها موجودة، إيه دوره في المذهب الأشعري، لأنه أنهى جدل. هو يعني وضع الصياغة النهائية، أنهى جدل في عديد من المسائل، منها الصفات وتقسيماتها، ومنها طريقة الاستدلال، ومنها اعتبار هو الحال حاجة ثالثة ولا الوجود والعدم، هل الحال ثالث ولا بين الوجود والعدم، هل في هنقول بالأحوال ولا هننفي الأحوال، إلى مثل إيه هذه المسائل. هم وضع ده في صياغته النهائية، وصار ما طرحوه من صياغة للمذهب الأشعري حاكما على من بعده. كل اللي جم بعديه من أصحاب المتون، جوهرة التوحيد، الشيخ الدردير، كلهم صاروا على تقسيمته. ده معنى وضعه في الصياغة النهائية. كل اللي جم متأخرين بعديه خلفوه في منهجي في موقفي من علم الكلام، وقالوا لا، علم الكلام اللي انت بتحكي عنه ده نشتد شوية على الإمام الفخر الرازي، قالوا ده تم تنقيته، إنما المنتقد هو علم الكلام المختلط بالفلسفة عند الأوائل اللي هو علم الكلام المعتزل. المهم يعني نعم واضح كده. فيبقى القصة هنا إن إحنا بنتكلم في إيه؟ كيفية وضع المذهب، تأسيسه. لابد أن نميز بين هذه المسائل، ولابد أن نفهم الكلام
ونضع كل إمام في سياقه في سياقه التاريخي حتى نستطيع أن نتلقى كلامه تلقيا حسنا دون أن نتعقبه بما لا يقبل عند أهل العلم. وأضرب مثال أخير ونقفل به المجلس ده. ابن رشد في بداية المجتهد سنة كام؟ 595. كانت المذاهب الأربعة استقرت؟ لا. ها؟ كان المذهب هو نفسه استقر. ما هو المشهور وما هو المشهر وما هو الصحيح من الروايات على الإمام؟ هو أحد من حرر المذهب، ولكنه لسه ما وضعش المذهب المالكي في صياغته النهائية، محتاج 100 سنة كمان بعديه. فمذهب الإمام ابن رشد نفسه اللي هو مذهب المالكية لم يكن قد استقر في صيغته النهائية بعد. استقر إمتى في صيغته النهائية؟ مع شروح خليل، يعني جه بعديه ابن الحاجب وعمل جامع الأمهات، جمع فيها أمهات المذهب بما فيها كتب ابن رشد، دخلها معاه تحريراته على المذهب. جه الشيخ خليل وضع المختصر الشهير اللي بيه خلاص ادي بقى ادي المعنى الصيغه النهائيه اهو. اين القول المقدم؟ اين القول المشهور؟ فين القول الصحيح؟ فين المفتي في المذهب؟ طيب هو يعني خليل ده اصاب 100%؟ لا، ممكن يكون عنده اشياء محتاجه نقاش، فالشراح ده شغلهم. فخلاص يبقى احنا بنفهم خليل وبناخد معتمد المذهب وصياغته النهائيه من الشيخ خليل في ضوء كلام الشراح. الكلام ده تم بعد قد ايه؟ من ابن رشد عدله يجي 200 سنة بعد ابن رشد. فإذا كان مذهبه نفسه لم يستقر، ومذاهب العلماء الأربعة الآخرين لم يستقر أيضا، فلابد نفهم ده. وهو بيحكي للأسف تجد بعض الناس يقعد يعلق ويقول أخطأ في النقل عن الحنفية والمعتمد عندهم كذا، أخطأ في النقل عن الشافعي فإن المعتمد عندهم كذا. يا عم الشيخ، ده المعتمد ده كان لسه لم يستقر ولم يعرف في وقت ابن رشد. طلع مات إمتى؟ 595 على ما أذكر، أو 85 حاجة كده، يعني في آخر الخمسميات. كان لسه الرافعي شغال على مذهب الشافعي، ولسه الإمام النووي لم يولد بعد علشان ياخد شغل الرافعي ويضع المذهب في صيغته النهائية بعد 100 سنة. فلما نيجي نفهم بقى نقرأ كلام ابن رشد لا نعلق له المشانق ونقول له ده لم يكن يجيد النقل ولم يكن واقفا على مذهب الشافعية وأخطأ في النقل عن الشافعية وأخطأ في النقل عن الحنفية وتنقل عنه ما استقر بعده. يبقى لابد أن الإنسان وهو بيقرأ كتب الايه؟ كتب الائمه، ها؟ انه ينتبه الى سياقتها التاريخيه ويضعها في موضعها الصحيح حتى لا يتحامل على الامام المؤلف فيفهمه فهما مغلوطا، وحتى لا ياتي بمصطلح او مستقر عليه بعده ويحاكمه بناء عليه، انما يحاكم على ملابسات زمان. من ضمنها ينتقد عليه قوي على ابن رشد أنه كان لا يذكر الإمام أحمد. الإمام أحمد كان مذهبه تأخر في التدوين عن الجميع، لأنه كان ينهى أصحابه عن كتابة آرائه الفقهية، فظل المذهب الحنبلي متداول شفويا تقريبا 300 سنة بعد وفاة الإمام أحمد، يغلب عليه التداول الشفوي. وابتدوا فلهذا هو تأخر في التطور شوية، وابتدوا يكتبوا ويسجلوا بعديه بمسافة طويلة ويضعوا المتون ويضعوا الشروح من ثم. فما كانش يعني ده قاعد في الأندلس، فلم يصل إليه شيء من مؤلفات الحنابلة لأنه تأخر أصلا المذهب هذا في الحركة، حركة التدوين. وإن كان
أئمة وفقهاء السادة الحنابلة تداركوا هذا وأصاعوا بالمسير حتى إيه أدركوا المذاهب الأخرى. ماشي، أو أتى تكرار الفصل بمزيد من الفوائد، وبها نكتفي في هذا المجلس. والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية والتوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفعنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشفنا بها من جميع الأمراض والبلايا، وتكفنا بها شر ما أهمنا وأغمنا من أمر الدنيا والآخرة، وتقضي بها ديوننا، وتصلح بها عوجنا، وتجبر بها كسرنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتبلغنا بها أعلى مقامات الرجال في العلم والقول والحال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بلغ المجلس 39 الأحد 12 من صفر 1440 21 من أكتوبر 2018، والحمد لله رب العالمين.